في الليلة أهلا وسهلا بكم. ما الذي حدث بعد العام 1979؟ في غفلة من الزمن، ولكي لا نكون أكثر حدة مع مجتمعنا السعودي، تابعوا تلك الصورة واللقطات التي تتحدث عن بغداد، القاهرة، دمشق وغيرها من العواصم العربية، كيف كانت وكيف أصبحت، كيف تحولت من عواصم كانت تضاهي عواصم العالم وتحولت بعد ذلك إلى مظاهر لم تكن تمثل امتدادا حقيقيا لا لحضارتها ولا لتاريخها ولا لتطلعها المستقبلي. لم نكن بعيدين عن ذلك. ذات ليلة ما أطفئت الأضواء واستبدلت الكثير من النيات التنموية المدنية بكثير من الحشد نحو الخوف والترهيب واستبدال الحياة الطبيعية. لم يكن كل ما حدث خطيئة بهذا المعنى، كانت صيرورة اجتماعية تضافرت فيها بعض العوامل الإيجابية والعوامل الإقليمية والعوامل الداخلية أيضا. في غفلة من ذلك التاريخ كانت الصحوة واحدة من أبرز المراحل التي كان يفترض أن تضيف لذلك الحراك التنموي، إلا أنها قلبته رأسا على عقب. أيضا في لحظة من التاريخ حينما تأخونت الصحوة وظهرت الكثير من النسخ المحلية لحركات الإسلام السياسي واتسع الوعظ وغابت الفنون وتحولت المرأة إلى كائن غريب عن المجتمع، بدأ يسعى لأن يعيش بقدم واحدة. حين يتحدث سمو ولي العهد بأننا لن نقبل أن نضيع 30 سنة أخرى من أعمارنا في الحديث مع أفكار متطرفة، وسنواجه التطرف وسنقضي عليه اليوم وفورا، أو كما قال، هذا يجعلنا في مواجهة حقيقية مع التالي. لم نكن في أزمة، بل كنا في مرحلة يستوجب حراكنا التاريخي والاجتماعي والتعليمي والثقافي والمدني أن نصل إلى لحظة مواجهة معها. هل ما كان يحدث لدينا طبيعي؟ كل ما نريده كما قال الأمير أننا لن نستأنف شيئا جديدا، وإنما سنعود إلى ما كنا عليه، سنعود إلى تلك النسخة الحقيقية المعتدلة الوسطية للإسلام. وصلنا إلى زمن أصبحنا نحن البلد الذي نملك عناوين تطرحها صحافة العالم لم يعد يمتلكها غيرنا، أو لم تعد تناسب أن تطلق على غيرنا. في البلد الذي لا تقود فيه المرأة السيارة مثلا، في البلد الذي لا تقام فيه الحفلات الغنائية مثلا، الآن ومع هذه التحولات وفي حالة تضافر إيجابية بين الإيقاع الاجتماعي للناس وبين الإيقاع الرسمي للمؤسسة، يتم ذلك التضافر الإيجابي المحوري المؤثر جدا، والذي تواصل معه الدولة تحقيق الكثير من الخطوات المدنية وصولا إلى حياة طبيعية. تأثر السعوديون كثيرا بكلام سمو ولي العهد، ورأوا أنه يمثل خطابا جديدا يتضافر مع طموحهم وأحلامهم وأمانيهم، مع طموح 20 مليون يا سمو الأمير الذي تحدثت أنك بهم ومعهم ذاهبون نحو المستقبل. فيصل العساف هنا في الاستديو، الكاتب الصحفي شريك النقاش في حلقة الليلة، وهو كاتب المقال الذي نشر يوم قبل أمس في صحيفة الحياة، وكان عنوانه ما الذي حدث بعد العام 79. عاد لا تقولوا حنا سرقنا منه العنوان للحلقة. وفيصل زميل وإضافة، ومفروض ينضم إلينا من جدة المؤرخ الدكتور زيد الفضيل، دكتور الفلسفة أو دكتور في فلسفة التاريخ. من يوم طلع كلام الأمير وفي مقطع فيديو ظريف ولطيف تم تداوله بشكل واسع في كثير من وسائل السوشيال ميديا، اللي سووه مجموعة شباب اسمهم سعوديون للسلام. أبي نشوف الفيديو وشوفونه الناس معنا. طبعا أنا يعني قد لا أتفق مع كل ما جاء في الفيديو، إلا أني ربما من حيث بعض اللقطات مثلا، إلا أنه فيديو يوثق لمرحلة إيجابي جدا في لمسة احترافية جيدة جدا. ورينا الفيديو أخوي علي.
لم تكن كذلك قبل 79. السعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع الصحوة بعد عام 79 لأسباب كثيرة ليس المجال اليوم ذكرها. فنحن لم نكن بالشكل هذا في السابق، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع تقاليد الشعوب. سبعين في المية من الشعب السعودي أقل من 30 سنة، وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. نريد أن نعيش حياة طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا ووطن العالم. فهذا أمر أعتقد أنه اتخذت خطوات في الفترة الماضية واضحة، وأعتقد أنه سوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل. فلا أعتقد أن هذا تحدي، لأننا نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والقضية معانا والحق معانا إحنا في كل ما نواجهه. لذلك لا أعتقد أن هذا قلق. أول شيء بس معذر، أنا خلط بين هذا الفيديو وفيديو آخر. لا، هذا فيديو جميل وأنا معه في كل لقطاتي، وشكرا لسعوديين لسعوديون للسلام، يمكن لأنه سياق الجملة اقتضى الجر. وأنا أتصور أنه مثل هذه المجهودات الإبداعية هي اللي تساعد حتى في توصيل الصورة وتوصيل الطموح وربط الناس بما كانوا عليه. حي الله فيصل. الله يحييك ويبقيك. مؤثر الفيديو جدا جدا، نقلة نوعية في حياة السعوديين. السعوديين كانوا شيء وأصبحنا شيء آخر. الآن أتصور أنه إحنا جالسين نتعافى أي شوي شوي، ولكن الخطوات جريئة وسريعة. أنا مطمئن ومتفائل كثير. وشلون إذا بن إذا بنفقط اللي صار بعد العام 1979؟ نعم طبعا 79 حالة، لأنه يعني الجميع ترى التغير حدث في كل المنطقة وليس فقط صحيح. في المملكة، في العالم. الثورة الإسلامية في إيران نعم. أعادت إحياء حركات الإسلام السياسي. صحيح صحيح، حصل تزاوج إن صح التعبير، خفي سري. الحركات الإسلامية كانت موجودة، طبعا الجماعة الإسلامية في مصر، جماعة الإخوان المسلمين منذ العام 38. الجرائم التي حصلت من خلال هذا التشدد، هذا 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 النوع من التعاطي مع الإسلام في سبيل السياسة وليس في سبيل المجتمع، ولا كانت هي حظوظ أشخاص حاولوا فرضها على هذا المجتمع بطرق شتى. جاء 79 كانت نقلة نوعية في 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 جميع المقاييس. بدأ من الثورة الإسلامية أو الخمينية في إيران. الثورة الخمينية عقبتها أيضا حركة جهيمان، احتلال الحرم المكي، كان مفاجأة بالنسبة للسعوديين. السعوديين كانوا ناس خلينا نقول بريئين، عودهم طري. كانت هذه الصدمة كانت شكلت نوع من حاجة غريبة تسلقها طبعا الإسلام السياسي بالتعاون مع تصدير الثورة التي قامت بها إيران والتي اعتنت بها، جعلتها ضمن الدستور الإيراني كما هو معروف.
الصحوة الإسلامية، الصحوة الإسلامية استغلت الجهاد الأفغاني أو ما سمي بالجهاد الأفغاني. هي في بالنهاية أنا سميتها في المقال مشهد على مسرح الصراع، الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والأمريكان. طيب من جدة دكتور زيد الفضيل، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور أخي يحيى، ومساء الخير لضيفك الكريم. الله حيك دكتور زيد. على شكل نقاط، وخليني معلش قبل أقول شيء، حينما نتحدث عن التحولات اللي صارت بالمنطقة بعد 1979، نحن في الواقع لا نتحدث عن الشارع السعودي فقط. وأنا كنت أقول في المقدمة أن نقارن بين القاهرة في أوائل السبعينات والقاهرة بعد ذلك ودمشق وبغداد وغيرها، لكن في داخلنا المحلي الآن كيف تضافر الوعي الاجتماعي المتنامي مع رؤية سياسية واعية أدركت أننا الآن في الزمن الأنسب لإعادة قراءة اللي صار ومحاولة مواجهته والعودة للحياة الطبيعية، أو مثل ما قال الأمير محمد لما كنا عليه من اعتدال ووسطية لإحياء تلك النسخ؟ واقع الحال أخي يحيى، دعنا أولا نقرر أن الخطاب السياسي في المملكة العربية السعودية كان ولا يزال ينشد الاعتدال. نعم. وكان إشكالنا ليس مع طبقة الحكم ولا مع الطبقة العليا، وإنما وأنت تعرف ذلك يقينا، هي كانت مع القواعد الشعبية التي تحركها القيادات الأيديولوجية في هذا الباب. صحيح. وكنا حقيقة فريدين، يعني تجد أن طبقة الحكم تعيش نمطا تفكيريا معتدلا وانفتاحيا وتحرريا وتنويريا وفق ما ينص عليه، كذلك متقدما ووفق ما ينص عليه قواعدنا الإسلامية النبوية على وجه الخصوص. نعم. وتجد أن طبقة الشارع هي تعاكس الطبيعة التي أتى بها الإسلام في واقع الحال. يعني نعم. أنت ذكرت وأنا سمعت جزء من المقدمة أننا البلد الوحيد الذي يذكر أن المرأة لا تقود، في حين أن المرأة كان لها كيانها في العصور الإسلامية المتقدمة بشكل كبير. فبالتالي كنا نمشي عكس التوجه بشكل أو بآخر. أنا في تصوري أن القرار الذي اليوم حادث ويقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو استتباعا للخطوات التنويرية التي كانت في عهد الملك عبد الله وكذلك في عهد من سبق من ملوك المملكة العربية السعودية. لكن كما ذكرت أن اليوم هي اللحظة السانحة، الخطاب الجديد الأمير الشاب محمد بن سلمان الذي أدرك بوعيه بأننا في مرحلة فاصلة، نحن اليوم في القرن 21 ولا يمكن أن ندخل هذا القرن ونحن نحمل على أكتافنا وزر 40 سنة أرجعتنا إلى الوراء مئات السنين للأسف الشديد، بدل أن نتقدم إلى الأمام، بدل أن نواكب أرجعتنا إلى الوراء في واقع الحال. فبالتالي نحن نحتاج اليوم إلى قرار جريء ولا يختلف عن البنية التي كانت عليها الدولة والتي قامت عليها الدولة كذلك في أساسها الصحيح. طيب أرجع لك يا دكتور وبرجع لك فيصل، بس من يفكر من علي تفضل. فيصل عساف هنا في الرياض ودكتور زيد الفضيل من جدة شركاء النقاش في حلقة الليلة، نقرأ في واقع ما بعد 1979 وكيف أصبح الوقت سانحا وملائما لجميع أطراف المعادلة، لا في المؤسسة ولا في الناس ولا في المجتمع، أن نخرج حقيقة ما في داخلنا، أن نخرج تطلعنا الحقيقي للحياة الطبيعية التي أتصور أننا مستوفين واستوفينا وباستمرار نستوفي كل شروطها. فيصل. والله احنا نشوف ان احنا فعلا يعني بشكل عام احنا عايشين طبيعي او عندنا تطلعات لهذه الحياة الطبيعية من زمن، كانت فيها شد وجذب ما بين هذه الجماعات التي تحاول فرض نمط معين من الحياة، بدءا من 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 فرض كل شيء باسم الدين
وليس انتهاء في 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 التدخل بماذا تلبس. طبعا الحديث في 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 هذا الشأن ذو شجون عن 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 العمل التي قامت به هذه الجماعات, سواء جماعات إخوان المسلمين أو السرورية عندنا نحن في الخليج. السعوديين كانوا, لكن في النهاية احنا قاعدين ننعتق من هذا السراب اللي او عدم الوضوح في الرؤية. طيب. الأمل كبير. نعم. طيب دكتور زيد, يعني بكل أمانة انا يعني اتصور هذه وجهة نظري, خلني اقول أدارت الدولة المعادلة باقتدار وبحذر وبإدراك لتحولات الوعي الشعبي العام الذي يعني كان في لحظات خلنا نقول أقرب ما يكون إلى الوعي التقليدي الذي يمكن إدارته بالوعظ, يمكن إدارته بالإنكار, يمكن تحويله وحشده إلى جمهور خلف هذا الخطاب. في ذات الوقت اشتغلت الدولة على بناء المؤسسات اللي تساعد على بناء الوعي, تنامى هذا بشكل مستمر. لحظة من لحظات قمة التنامي كانت في مشروع الابتعاث وفي هذا التنوع في الجامعات اللي إن شاء الله أنها تواصل خطها وتصير جامعات نوعية تعيد شخصية الجامعة. ثم جاءت اللحظة التي خلنا نقول استكمل فيها طرفي المعادلة هذه الجاهزية لإعادة النظر لما سبق والتطلع المستقبل. تفضل. خليني أخي يحيى يعني نأخذ الأمر بشكل تدريجي, يعني رؤية تاريخية مختصرة. نحن نعلم أن الملك عبد العزيز رحمة الله عليه عندما أسس هذه البلاد أراد أن تخطو خطوات تحديثية عالية, وأتى بكثير من الشخصيات, فؤاد حمزة, يوسف ياسين وغيرهم. صحيح. ودخل في صدام مع الآباء المؤسسين لمثل هؤلاء المتطرفين وأنهاهم في معركة السبلة, وقرر أن يؤسس هذه الدولة المدنية الحديثة, نعم, التي تدخل بعد ذلك في قوانين القرن العشرين. الملك فيصل رحمة الله عليه بعد ذلك أراد أن يؤسس هذه الدولة, كان المؤسس الثاني, وأدخل الكثير من التحديثات وعمل الكثير من الرؤى التنويرية. نحن نعرف أنه في عهد الملك فيصل بثت أم كلثوم على الهواء, يعني أو أغاني أم كلثوم في تلك الفترة. نعم. ويعني أنا قبل الملك فيصل أيضا الله يغفر له ويرحمه الدور أيضا الذي قام فيه الملك سعود, وخاصة فيما يعني الكثير. صحيح. لكن خذ منها فقط موضوع الكثير من التنظيمات والتشكيلات على مستوى الوزارات التي لا تزال قائمة إلى اليوم, ومنها تعليم البنات كذلك. وتعليم البنات هذا الملك سعود. نعم. في عهده, وكان الأمير فيصل في تلك الفترة هو رئيس مجلس الوزراء ولي العهد. نعم. في واقع الحال أنه استمر بعد ذلك في عهد الملك فهد. إشكالنا هنا أن الثورة الإسلامية في إيران عندما قدمت بعد ذلك خطابا لتصدير الثورة, احتاج السياسي في مرحلة من المراحل إلى أن يوجد دفاعات فكرية تقاوم تصدير الثورة في إيران, وركن بعد ذلك في لحظة ثقة, في لحظة أمان, إلى أن مثل هذا الخطاب لا يمكن أن يتحول إلى حالة تطرف. وصادف في تلك الفترة كما نعلم جميعا الجهاد الأفغاني والحرب ضد الشيوعية, والمملكة كانت تقود الحرب ضد الشيوعية منذ فترات مبكرة في واقع الحال, فأثمر هذا عن وجود مساحة للإسلام السياسي استطاع أن يقدم خطابا ربما استشعر السياسي في مرحلة من المراحل إلى أنه خطابا يمكن أن يكون مساندا له ويمكن أن يكون معتدلا, لا سيما وأنه ضمن الإطار السلفي في واقع الحال الذي ينص على الطاعة لولي الأمر في كل الأحوال. لكن هذا التداخل الذي حدث وهذا التجانس الذي حدث بعد ذلك, والأفكار ودخول حركة الإخوان المسلمين والسرورية بعد ذلك, ويعني نضجها في أفغانستان بمنأى عن العلماء الربانيين, أنتج بعد ذلك وليدا قد يكون مشوها, وليدا له آراءه وله أفكاره التي اصطدمها معها السياسي بعد ذلك مع أحداث غزو الكويت. هنا بدأت المملكة تدرك إلى أنها تحتاج إلى يعني تعديل هذا السلوك, ولذلك خاضت المملكة كما أشرت إلى معالجات جيدة ومعالجات هادئة في هذا الباب.
واستخدمت معها النصح تارة، واستخدمت معها تحفيز الأجيال القادمة إلى أن تخرج بمشروع جديد. لكن كان المفصل هو في أحداث 9/11 كما نعلم، التي أدركت المملكة وبعد ذلك أن هذا الخطاب يمكن أن يقود المملكة، وأحداث الإرهاب التي عاشت المملكة. نحن نعرف أن أول حادثة إرهاب كانت في الرياض في عام 94 وغيرها من الأحداث الإرهابية. هنا أدرك السياسي في المملكة وفي المنطقة العربية، ولكن المملكة العربية السعودية أدركوا بأن مثل هذا الخطاب هو خطر في واقع الحال، ليس على العالم وإنما أيضا على أنفسنا، وأن هناك تشوها قد حدث، وأن هناك إجراء يجب أن يكون حازما لمعالجته بشكل تدريجي. وأنت أشرت إلى معالجة الملك عبد الله يرحمه الله فيما يتعلق بالبعثات وفيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية التي حدثت، وهي استمرار للإصلاحات الدستورية السابقة التي حدثت في عهد الملك فهد والملك خالد والملك فيصل والملك سعود. هذه الإصلاحات اليوم نضجت في واقع الحال، وخاصة وأننا مع مفهوم قرن جديد. أخي يحيى، أنا أذكر مرة كتبت: نحن لسنا زنا نمشي على الأرض، وهي رسالة إلى هؤلاء إلى أن ينطلقوا في 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 رذرتهم للمجتمع من حسن الظن وليس من إساءة الظن. نحن اليوم نحتاج إلى أن وهذا عنوان واقعي، يعني لأنه حولونا إلى أننا كأننا زنا نمشي، وأن المرأة يعني مجرد كائن هلامي نريد أن نكفز عليها، في حين أن المجتمع السعودي ليس كذلك طبعا. وأثبت هذا بالواقع رجالا ونساء، شبابا وشابات، أثبتوا هذا في الواقع، وأن لديهم النضج وأن لديهم القدرة على أن يتعايشوا وأن نعود إلى ما كان عليه آباءنا وأجدادنا. نحن لسنا نبتة هكذا منبتة لا ننطلق من قواعد وأعراف، هي متأصلة في جيناتنا بالدرجة الرئيسية. شايف الفيديو يا دكتور؟ بأن هذا الخطاب الأيديولوجي الفيديو المصاحب إن شاء الله أنه من التاريخ. لا يعني لما تشوف واحد يقف في ساحة عامة ويكسر عود وحوله ناس تقول الله أكبر، مأساة. يعني العاقل المواطن السعودي الحقيقي يشعر بالغربة، أن هذا لا هو امتداد لثقافته ولا امتداد لتاريخه ولا امتداد لواقعه ولا امتداد لمستقبله. يعني أي نصر سامج وسخيف أنك تكسر عود يا أخي؟ كان خلينا نسمع فيصل عساف، تفضل. صحيح، اختطاف. أنا استكمالا لحديث الدكتور، طبعا هو حصل قطيعة بين طورة بال الدولة وهذه الجماعات أو تحريض هذه الجماعات المسلحة في منتصف التسعينات، وكان هذا ظاهر. حصلت حملات عديدة، تم اعتقال العديد من رموز هذه الجماعات، كانت هذه الجماعات تسعى في ذلك الزمن إلى 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 النيل من الحكومة السعودية من خلال توريطها في موضوع التطبيع مع الإسرائيليين. هم كانوا يشوشرون، هي شوشرة منذ البدايات، الهدف الوصول إلى كراسي السلطة من خلال ضرب هذا التجانس الاجتماعي بين المواطنين من جهة والقيادات من جهة. أخشى ما أخشى أنه طبعا أنا عندي أمل كبير بالأمير محمد بن سلمان، حقيقة رجل جريء، شاب متطلع، اللي أنا حاب أنبه له أنه إحنا أمام مرحلة مهمة. ترند الحزم، العلامة الحزم والعزم، السعودية الآن يجب أنها تمضي حتى يتعافى المجتمع من آثار هذه الصحوة وكل الغفوة. الصحوة ما نحن به الآن بعد هذا الحراك المجتمعي، الحراك المصاحب من الدولة. فأرجو للبلد مزيد تقدم، وزي ما قلت حتى يتعافى المجتمع من آثار هذه الغفوة. يعني من الجوانب المهمة اللي أيضا إن شاء الله الدكتور، كيف بالنظر لكل مرحلة من مراحل هذه البلاد، مشروع التأسيس أصلا، مشروع الملك عبد العزيز تأسيس الدولة كان بحد ذاته مشروعا إصلاحيا تحديثيا في هذه المنطقة. صحيح، بلا شك. ثم توالت بعد ذلك يعني إلى الدرجة التي نستطيع أن نقول أن كل مرحلة كانت لها قفزاتها في عمليات التطوير والإصلاح، وكانت تمثل أرضية سائغة ومناسبة للمرحلة القادمة التي تنطلق عليها. طيب. صحيح. دكتور زيد،
ظل التخويف وغير علي ولا خليني ظل التخويف بأن خلني أقول لك ظل التخويف بالمجتمع على أنه يمثل لحظة ممانعة مطلقة ودائمة. وكانت أبرز محاولات الإرباك تلك التي تتحدث عن المجتمع بأنه هو اللي راح يقف أمام كل محاولات التحديث وهو اللي راح يقف أمام كل محاولات التطوير. وأنا دائما أقول المجتمع شاهدناه ليلة العيد اليوم الوطني في شوارع الرياض وفي شوارع جدة، وشاهدناه قبل ذلك في عواصم العالم طالبا وباحثا، وشوفه في الجامعات. إلى أي درجة كان الإنكار واحدة من أبرز الوسائل التي تم استخدامها لمحاولة تشويش العلاقة بين المؤسسة بين الدولة وبين الناس؟ السياسة التي اتبعها الإسلام السياسي في واقع الحال سواء كان من الإخوان المسلمين أو السروريين هي سياسة التعمية والتصوير للناس بأنهم ينطلقون من المشروع الديني، وكانوا دائما يقدمون خطابهم وكأنه خطابا ربانيا في واقع الحال، وأنهم الناطقين بسم الله سبحانه وتعالى، والناس بطبيعتها يعني تحب أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. كانوا يملكون الصوت الأعلى وكانوا يخيفون من حولهم، وتعلم يا أخي يحيى وأنا وأنت وغيرنا قد تعرضنا للكثير من الإيذاء في مرحلة من المراحل، والرغبة في إسكات الصوت عندما كنا نأتي ونحدثهم بالمنهج الديني في واقع الحال. هذا الأمر يعني استفادوا منه أيام يا دكتور بشكل أو بآخر نتيجة لكذلك الجانب. نعم أيام. فبالتالي أنا أتصور أننا أمام مرحلة اليوم هي مرحلة فاصلة. خليني أقول لك شيء أخويا يحيى. سم. إحنا اليوم في القرن 21. والقرن 21 له ملامح جديدة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الثقافي وعلى الصعيد الاجتماعي، ومهم جدا حقيقة لنا اليوم على صعيد القرار السياسي وعلى القرارات الأخرى أن تدرك ملامح هذه القرن الجديد. وأننا لو استمرينا في نفس تلك المرحلة يعني التي لاحظ أن احنا كنا في عهد الكاسيت وانتقلنا إلى عهد الفضائيات، واليوم احنا في عهد السوشيال ميديا وعهد الانفتاح الحقيقي، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة علينا أن نتعاون فيها وأن نقدم خطابا مقبولا حتى نستطيع أن نستقطب أبناءنا وألا نجعلهم يكرهوا الإسلام، لأن الإسلام صور لهم أنه حرام. مراتب الأحكام هي خمسة، أولها الإباحة، لكن للأسف الإسلام السياسي في مرحلة من المراحل جعل المرتبة الأولى في مراتب الأحكام هي التحريم، والتحريم عندما يكون موافقا لرغباته، وعندما لا يكون موافقا لرغباته يقوم بالتحليل، يعني هو يحلل الشيء الذي يريده ويحرم الشيء الذي لا يريده في واقع الحال. هذا الأمر اليوم نحن نريد أن ننطلق إلى عوالم جديدة وأن نقدم إسلاما تنويريا تقوده الدولة اليوم في واقع الحال، إسلاما يعكس حسن الظن ولا يعكس سوء الظن في هذا الباب. طيب أرجع لك أنا أيضا يا دكتور وبرجع الفيصل، بس الآن علموني مين اللي قال لي بفاصل. أحمد ولا علي؟ تفضل يا أحمد وأوريك. يلا الجزء الأخير من الليلة في الدكتور زيد الفياض من جدة وأستاذ فيصل عساف هنا في الرياض. أيضا كيف كانت هذه السنوات مليئة بما يمكن وصفه بالتشويش على التنمية من خلال الإنكار، من خلال محاولات إلباس كل خطوة صبغة دينية وتزهيد الناس بها، ومحاولة تأجيج صوت الممانعة وتخويف الناس أيضا. طبعا هذا موجود، هذا يعني بدأ من حالات التغريب التي كانت تتهم بها الدولة. نعم. أو بعض الناشطين الإعلاميين الصحفيين، أعتقد أنت واحد من الذين كانوا يعني
لهم صلات وجولات في هذا الـ وأيضا من الأشخاص الذين عانوا من هذه التصنيفات. شاهدنا برنامج الابتعاث اللي تحدثت عنه أنت قبل شوي، وكيف وجوبه بحملة شرسة، أنه هذا يسعى إلى هذا مثال جيد على التشويش. أي نعم. وهو تقريبا مثل الدشوش قبل 30 سنة أو تقريبا 25 سنة. الموضوع أنه في حالة إفساد للمجتمع، هذه الحالة يتم تصويرها على أساس أنه هي مدعومة بشكل أو آخر أو مسكوت عنها من خلال الحكومة. مثال الابتعاث زي ما قلنا، كثير كنا نسمع أنه هذا خطر، ومن أشخاص خطر وتغريب واختلاط، من أشخاص ثبت في آخر المطاف أنه أولادهم وبناتهم مبتعثين نالوا أو استفادوا بشكل أو بآخر من هذا البرنامج، لكنهم شوشوا على المجتمع في النهاية. وإن كان المجتمع في 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 في, في الواقع ضرب هذه التوجيهات عرض الحائط، يعني يظل هناك فئة قليلة من الأتباع الذين لا نستغرب كيف يصدقون وهم يرون هذه النماذج: لا تبتعثون أبنائكم بينما هو مبتعث لأبنائه ولبناته، ويبشر بنجاحهم وحصولهم على الشهادات. دكتور زيد، في هذا المحور موضوع التشويش الاجتماعي، موضوع ضرب السلم الاجتماعي، موضوع تأزيم العلاقة بين الدولة، القرار من جهة والناس من جهة أخرى، يعني للأسف الإسلام الأيديولوجي استخدم هذا النمط في إدارته للمجتمع، وأراد حقيقة أن يفرض سمتا محددا وفقا لرؤية دينية كما ذكرنا سابقا. لكن الأخطر من هذا أنه أخذ صورة واحدة ورؤية واحدة وأراد أن يعممها وأن يقدمها للمجتمع وكأنها هي النص الديني الوحيد في هذا الباب وفقا لرغباته، على الرغم من أنهم في كل قراراتهم التي اشتغلوا عليها قد تراجعوا عنها. وأنا أستحضر مثلا أحدهم كان يدعو للجهاد على سبيل المثال، وقدم خطابا عنتريا في هذا الباب، وبعد أن قدم ذلك الخطاب غادر إلى لندن ولم يذهب إلى سوريا مثلا. نفس الكلام الخطابات التي كانت تقدم سابقا في أفغانستان، ونفس الكلام الخطابات التي تقدم بعد ذلك في العراق وفي غيرها. أنا أتصور أننا اليوم بالقدر الذي نحن عندما نستذكر مثل هذه القضايا، نحن لا نقصد محاكمة تلك الفترة طبعا، ولكن نحن نريد أن نستفيد حتى لا نعود إلى تلك الأخطاء من جديد. وعلى المجتمع اليوم أن يعي، ونحن نريد حقيقة أن نتقدم إلى الأمام وفق منظومتنا. هذه الدولة قامت على منظومة إسلامية، يعني ولكن اليابان صارت اليابان الإسلام النبوي وليس الإسلام السلطاني، محافظة على أدق تفاصيل ثقافتها التقليدية وعلى أقل تفاصيل الإرث حتى الذي لديها. صحيح. ونحن كذلك نحن نملك في واقع الحال مقومات تنويرية، مقومات رائعة جدا، ولدينا يعني نحن نكتنز بالكثير من الاجتهادات المتباينة التي تعطي فرصة للجميع في أن يعيش بسلام بعد ذلك. ولكن نحن نريد أن نقدم مثل هذه الاجتهادات، ونريد أن نقدم الخطاب النبوي وليس الخطاب السلطاني الذي أسرنا في فترة من الفترات. نحن نحتاج إلى أن نتحرر من كل الأحكام والاجتهادات التي تنطلق من أهواء، لكي نعود إلى الأحكام الربانية التي تستهدف المقاصد الشرعية، علل الأحكام. نحن نريد فقهاء وليس عبارة عن وعاظ ودعاء. آن الأوان أخي يحيى، آن الأوان لكي نقول لأولئك المتفيقهين ولأولئك الذين افتأتوا في واقع الحال على الخطاب الديني: كفى. أن تكون محاسبا وتقدم خطابا دينيا وعظيا لا نقبل منك. أن تكون مهندسا ومتخصصا في الإدارة الصناعية وتقدم خطابا وعظيا دينيا لا نقبل منك. أن تكون مقدم برامج ثم تقدم خطابا وعظيا دينيا لا نقبل منك. أن تكون دكتوراه في أي قسم وتقدم خطابا وعظيا دينيا لا نقبل منك. نحن نريد الفقهاء هم الذين يتولون الساحة، الذين يملكون المعرفة الفقهية وفق أصولها، هم الذين يتقدمون إلى الساحة حتى نستطيع أن نقدم الخطاب الفقهي. ذلك الذي ذهب إلى سيدنا عمر وقال له: أتفر من قضاء الله عندما غاب
يعني عندما اختفى من المطر قال نعم أفر من قضاء الله إلى قضاء الله، لأن عمر كان يفهم النص التشريعي، خليني أما هؤلاء لا يفهمون النص التشريعي، وهذا هو الإشكال الذي وقع. جزئية أخيرة أتصور أنها محورية جدا، الآن وقت ملائم جدا للرهان على الناس وعلى المجتمع، التحولات الكبيرة اللي شهدها المجتمع السعودي جعلته بمختلف شرائحه وخاصة شرائح الشاب اللي هي الشريحة الكبرى، جعلتها أفضل داعم حقيقي للتوجه نحو المستقبل للبحث عن الحياة الطبيعية، خاصة وهم يشاهدون أنه كل الحياة من حولهم مليئة بهذه النماذج الطبيعية اللي لا علاقة لها بالمسألة الأخلاقية اللي تم تصويرها على أنها يمكن الإخلال بها إذا ما سمعت أغاني ولا صرت كويس ولا سافرت ولا اشتغلت أختك ولا يعني حالة التحول التي في الوعي الاجتماعي والرهان عليها لبناء هذه التحولات المستقبلية. صحيح، أنا أتفق معك أخي يحيى، وأخبرك أننا اليوم أمام مجتمع شاب. هذا المجتمع من حسن الحظ أنه يعني عاش فترة انقطاع عن هذا الخطاب الأيديولوجي الذي قدم في الفترة الماضية، واستفاد من حالة الابتعاث، واستفاد أيضا من حالة الانفتاح الفضائي في واقع الحال، ورجع إلى طبيعته، الانفتاح الفضائي الإعلامي نعم، ورجع إلى طبيعته، الطبيعة السليمة في واقع الحال، الطبيعة التي كان عليها آباءنا وأجدادنا. هل كان آباءنا وأجدادنا كانوا يعني لا يملكون قيما أخلاقية؟ حتما لا، كانوا يملكون تلك القيم الأخلاقية التي تجعلهم يعيشون في البيت الكبير، وتجعلهم يعيشون ضمن سلوك اجتماعي رائع وسليم يقوم على حسن الظن. نحن نريد أن نعود إلى الجينات الأصلية، واليوم أبناءنا يعودون إلى هذه الجينات، ونحن على الأقل جيلنا هذا الذي تلبس بمثل هذه الأفكار هو الآن بدأ يتخلص منها وبدأ يندم حقيقة عليها، وأنا أعرف كثير وأنت تعرف كثير ممن ندموا على تلك الأحوال التي كانوا عليها. طيب شكرا جزيلا دكتور زيد الفضيل، 30 ثانية فيصل. أنا أقول أنه إحنا الآن يعني صح التعبير إحنا أمام مشهد يفترض فيه أن نعلن التوبة من الأخطاء السابقة بالمجتمع جميعا. نعم، ونستأنف مرحلة ننطلق فيها من قيمنا وثقافاتنا. نعم. التي لا مجال للمزايدة، ونستوفي شروط التوبة الصحيحة. نعم. الإقلاع عن الذنب. نعم. العزيمة. رديتنا أنت الحين. نعم. هذه أيام أيام تلقين التوبة عن سماع الأغاني. نعم. شكرا جزيلا لك فيصل حساب. شكرا مرة ثانية دكتور زيد الفضيل من جدة. شكرا جزيلا لسعوديون للسلام، كلنا للسلام. المجتمع السعودي يتغير، يتغير، هذه كلمة ليست مخيفة، يتغير لأنه ينطلق من ثقافته وقيمه، لأنه يستحق أن يذهب دائما إلى المستقبل، لأنه يمتلك في بلاده وفي أرضه وفي تاريخه وفي ثقافته كل العوامل التي تجعله قويا مؤثرا ساعيا ومتجها لبناء موقعه ومكانه في العالم. كل يوم تطيب الحياة أكثر في هذه البلاد. مساء الخير.